شريف، عندك ايه في المباراه النهارده؟ عندنا الجونه. الجونه كابتن علاء عبد العال السنه دي بيعمل حاله مختلفه الحقيقه، وانا عايز اكون عايز اديله كريدت، عايز نستخدم البرنامج في ان احنا ندي الناس حقها جدا. كابتن علاء عبد العال كان دايما، وحتى معلق المباراه قررها النهارده اكتر من مره، ان هو ده المدرب اللي بيلعب بشكل دفاعي ومتعودين عليه وعشره العمر والسنين وكذا. لا، ده مش حقيقي. كابتن علاء عبد العال السنه دي بيلعب بطريقه 4-3-3، وبيلعب في معظم مبارياته بشكل اقرب اكتر للدفاع المتوسط من انه يلعب كومباكت. حتى قدام النادي الاهلي النهارده هو شارك في عدد من المباريات. معانا سلايد كده، لو دخلنا على الصوره اللي بعده هنلاقي ان كابتن علاء عبد العال السنه دي معاه 34 لاعب في السكواد، منهم 22 لاعب تحت سن ال 25 سنه، منهم 8 لعيبه طالعين من الاكاديميه بتاعه النادي، 7 لعيبه طالعين من الاكاديميه بتاعه النادي. كمان الجونه السنه دي بيعمل حاجه، وكابتن علاء بيعمل حاجه انا شايف ان هي اكبر بكتير من انها تكون بس مميزه. سقف التعاقدات السنه دي في الجونه اقل من 800,000. يعني هو مقارنه بكل الانديه اللي موجوده معاه في نفس المستوى في نص الجدول اللي محققها 28 بونت، هو اقل نادي بيدفع، هو تاني اقل نادي بيدفع بعد الداخليه. لو رحنا للسلايد اللي بعده هنلاقي في السلايد اللي بعد ده ان الراجل مسجل 24 جول، في حين ان اقوى خط هجوم في الدوري هو خط هجوم نادي سيراميكا كليوباترا، كان مسجل 28 قبل ماتش النهارده وبقى مسجل 30، وبالتالي هو من الانديه اللي سجلت كتير، استقبل كتير لانه بدا يفتح الملعب ويلعب الكوره اللي الناس بتدور عليها. طبعا زي قال يعني هو احسن من انديه كتير، محقق سبع مكاسب. سيراميكا النهارده حقق 7 بعد الفوز النهارده، كان قبل كده محقق 6، زي الجيش، زي سموحه، زي الزمالك، كل دي انديه محققه 7 مكاسب زيها زي الجونه بالظبط، في حين ان هو في انديه زي مودرن فيوتشر والاسماعيلي والبنك، دي انديه حققت 6 مكاسب اقل من الجونه كمان، اللي هو من الفرق القليله جدا واللي اصلا لسه صاعد حديثا للدوري بعد ما كان نزل وهبط للموسم الماضي. لو رجعنا تاني من السلايدز هنقول ان كمان في نقطه بقى مميزه. اتفضل. في ال 10 12 سنه الاخيره اي فرقه بتقدر توصل ل 38 بونت تقريبا بتضمن البقاء في الدوري. لو احنا سالنا اي حد، اي عضو مجلس اداره او اي شخص موجود في نادي الجونه، لو انت عايز ايه الموسم ده وانت لسه طالع من الدرجه الثانيه، درجه افضل اقعد في الدقيقه. النادي الجونه بقي له 42 بونت في الدوري. هو محتاج من ال 42 بونت دول 10 عشان يقعد في الدوري. منهم مباراتين مع فاركو مع الداخليه، الماتشين الجايين لو خد فيهم 6 بونت هو بنسبه 99% قاعد في الدوري. فهو كابتن علاء عبد العال السنه دي بيحقق معادله انا شايف ان هي من افضل معادله موجوده في الدوري. لما نيجي نبص على الانديه كمان، لما نيجي نبص بقى على الحالات، وطبعا ماتش الاهلي هيكون ماتش ظالم شويه حلو فنيا لكابتن علاء عبد العال. كام حالات فنيا هيجي لك فيها بس يعني نستنى شويه ونرجع تاني للجونه بعد شويه، ناخد من شريف رايه في الحالات النهارده بالنسبه للعيبه الجونه.